السلام عليكم البنات، كنتمنى الفيديو ديالي دائما يلقاكم صحة طيبة. مرحبا بكل اللي نضوا القناة ديالي. بغيت نشارك معكم اليوم الناس اللي كاريين او لا ما عندهمش الامكانيات كافية باش يعاودوا البيت او لا باش يشريو بابي بان او لا باش يصبغوا. عندي لكم الحل ان شاء الله بسيط بزاف. انا كان هذا البيت هذا كان كله تقييمات هكايا كوز معمره بلي طابلو، ولقيت الحل ان شاء الله كان بسيط وكذلك رقيق بحال اللي كتشوفوا معايا. غادي نوريكم الطريقه بالتفصيل ان شاء الله، خليكم معايا لاخر الفيديو باش نعرفوا كيفاش عالجت هاد العيوب هادي. في الحيط وفي الاخر كيلقى راسو واحد معهم، سورتو الا ما كانش عادي يقدر فواحد الفتره ما يقدرش يصبغ فيها. جبت لكم واحد الحل اللي عادي يرد البيت ديالكم مودرن بزاف ان شاء الله، وما يبقاوش يبانوا هاد التقابير. اول حاجه هنا البنات ضروري كنغسلوا الحيط بالماء والصابون وكنتاكدوا بلي راه ما فيهش الغبره، كنمسحوه مزيان وكنتاكدوا بلي راه هو نشف. البنات غادي نجيبوا معجون اسنان هنايا، من الاحسن يكون بيض. انا عندي هذا فيه الالوان، اولا عندكم القبص باش تقدروا تسدوا هاد التقيبات هاد. هنا البنات ماشي مشكله يخرج لكم منظر بحال هكذا، ولكن المشكله هي ما تخليوهاش بحال دابا خارجه بومبي. هنايا ساليت كتاكدوا كدوزوا واحد لاكارت عندكم بحال هكذايا ولا شي الى عندكم اللاصه من الاحسن، وديروا بحال هكذايا باش كتاكدوا بلي راه داك المعجون ما دايرش عندكم بحال دابا واحد لي في بومبي. غادي نحتاجو بابي اديسيف، هذا ما قدرش نبينو على وجهه لان كيعكس الصوره، داير بحال المرايه نيشان. المهم هذا هو بابي اديسيف، راه كيكون فيهم الشكالات وفيهم الالوان اللي بغيتو، راه موجودين عند لي دروغري وكاين حتى في بريكوما. ها انتم راه كي كتكونوا كديروا له بحال هكايا كيكون فيه واحد الماده لاصقه هنايا. ها انتم حتى من اللور هو كيجي بحال هكايا، راه بحال اللي قلت لكم راه كاين فيه الالوان، راه كاين فيه حتى هاد الذهبي هذا والبيض الكحل، راه كاين حتى هاد لي في هذا لي في هذا اللي كيكون هكايا كوير، راه حتى هو كيجي زوين. المهم باش ما نطولش عليكم، انا هذا هو اللي استخدمت كنت بديت الخدمه في البيت ديال البنت ديالي. بحال اللي قلت لكم كاين هذا، راه انا اخترت هاد الارجونتي هذا اللي داير بحال المرايه. شنو غادي نحتاجو هنا البنات؟ غادي نحتاجو هنايا اي قطعه طبسيل مدور كاس، المهم نتوما شنو بغيتو. غادي نحتاجو هنايا واحد المقص، عادي نشد انا بحال دابا هذا انا سديت هنايا راه رسمته معايا باش نوريكم البنات كيفاش غادي ديروا. امبال ها انتما غادي نديروا بحال هكذايا، انتما حاولوا تختصروا باش ما تضيعوش ما يطيح لكمش لي شوت بزاف في هاد الورقه هادي بحال هكذايا. وكان كنرسم هنايا دائره بحال هكذا. هيا عين نتوما ما تبركوش بزاف باش ما تقطعوش البابي اديسيف ديالكم. ها نتوما كتكونوا رسمت واحد الدائره، انا رسمت هنايا واحد العدد، كنشد مقص وكنبدا كنقطعها. هنايا راه صعيب التعامل باش تصور مع هاد الورقه هذا وما تبانش لان كيعكس الصوره داير بحال المرايه. المهم انا صايبت هنا واحد العدد منهم، انا غادي نبين لكم على الظهر، صايبت هنا واحد العدد بحال هكذايا. وغادي نشوفوا الطريقه دابا كيفاش غادي نلصقوا ان شاء الله في الحيط. دونك هنايا البنات عندي لي ترو، للاسف هنايا عندي متقاربين بزاف، ولكن هاد البلاصه هادي انا اصلا دايره فيها واحد الطابلو ديال ايكيا. وريتكم كيفاش تقطعوا طبعا الاشكال اللي قلت لكم، ها هما بحال هادو. غادي نبدا انا نرتبهم هنايا. هنايا راه كنت بديت بحال اللي قلت لكم، كنت صايبت الحيط هكذايا، غادي نمشي في نفس الاتجاه، ما عاديش يهمني لي ترو غيبقاو باينين هنايا ولا لا. بحال اللي قلت لكم نتوما غادي تعمروهم بالقبس. هنا عندي طابلو، دونك هنايا نبدا باذن الله كنجيبو الدائره وكنحيدو هاد الورق هذا اللي كيكون عندي هنايا. وبحال اللي قلت لكم اهم حاجه تمشيو على حساب القياس ديال هذه اللي كاينه هنايا. غادي نمشي انا واخده العبار ديالي
roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. سبانة لي صايبتهم لي تيت دو لي وعلقتهم بحال هكذايا سكيف غير كان ما كنحتاجش ملي كنبغي نخمل ما كنحتاجش نبقى عاد كنجر في الفراش كله لا عندي سهله هادو بحال قلت لكم راهما غير معلقين بحال هكا في الحيط هانتوما كتشوفوا وعاد كنحط لهم هذاك لو لي ديالهم عالي شويه على الارض انا عادي نوريكم كل شيء بحيث ما كان ملي كنبغي نخمل ماشي كنبقى عاد كنجر ونديروا الصداع وهذا دغيا جفاف وكندوزوا تحت منهم وكتبقى ديما الدنيا نقيه بحال هكذايا المهم هادو هو الشكل البنات اللي بغيت نشارك معكم كيجي هائل وكيغطي كاع لي ديفو اللي عندنا في الحيط وكيجي زوين هكذا سورتو بنيتات تقدروا نتوما ديروا اللون اللي بغيتو بحال اللي قلت لكم تقدروا ديروا هنايا البنت ديالي اختارت لارجونتي تقدروا ديروا الذهبي تقدروا ديروا اي كولور نتوما بغيتوها نبدل ان شاء الله هاد لا سومين هادي ما عجبانيش بغيت نبدلها بالنسبه للي حتى هو غلفته بحال هكذايا وهنا درتو عالي شويه درت هاد الرجلين عالي شويه باش غير ملي كنكون كنجفف راه كندخل دغيا كندخل هنايا واحد الجفاف وكتبقى ليا الارض نقيه ما كنحتاجش نبقى هزه الهم خصني نهز الحوفه والتخمال وهذا ها نتوما عندي مساحه كافيه باش نقدر ندخل هنايا في الاخر البنات كان هذا هو الفيديو ديالي كان هذا هو المنظر اللي تحصلت عليه كنتمنى يعجبكم بالنسبه للطابلو هنايا بحال اللي كتشوفوا حطيت فيه قديت له هاد لي لاستيك هذا ما بقاش مرخي كنستعمل فيه هنايا النضيدرات ديال البنيته ديالي كنستعمل لي زاكسيسوار ديالها كذلك كنقدر نحط لي فوتو هنايا الصراحه كيعجبني رغم انه ما بقاش موجود الان في ايكيا ما عرفتش علاش ماشي مشكله الجوده ديال الاستيك اللي موجود ولكن هو عندي واحد الفتره كنت شريته في لي بروموسيون والصراحه نفعني بزاف وكيعطي واحد المنظر حتى هو زوين بزاف للبيت كنتمنى الموضوع اليوم يعجبكم وكنتمنى ان شاء الله تكون
وعلى الاقل واخا اي واحد استفاد ولا جوج استفادوا من هاد الفكره هذه وتبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.